السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيك حبيبتي في فيديو جديد من قناة فنحس. النهاردة إن شاء الله هنعمل غرزة سهلة وبسيطة، كوفية سهلة وسريعة، غرزتها من سطرين اتنين بس، مفيش أسهل ولا أسرع من كده. أستخدم خيط هيمالايا ألبين وإبرة رقم 4 أو أي خيط يبقى مقاسه 4 أو أي خيط متاح. هعمل عقدة بداية وهعمل سلاسل، لفة واطلع من الحلقة، لفة واطلع من الحلقة لغاية المقاس اللي انا عايزاه. هاخد لفة وعد 1 2 3 وفي رابع سلسلة هدخل واخد لفة لفة واخرج من حلقتين، لفة واخرج من حلقتين، انا عملت عمود، لفة وادخل في الحلقة اللي بعديها لفة واخرج، لفة واخرج من حلقتين، لفة واخرج من حلقتين، لفة وادخل في الحلقة اللي بعديها لفة واخرج، لفة واخرج من حلقتين، لفة واخرج من حلقتين، لفة وادخل في السلسلة اللي بعديها لفة واخرج، لفة واخرج من حلقتين، لفة واخرج من حلقتين، لفة وادخل في السلسلة اللي بعديها لفة واخرج، لفة واخرج من حلقتين. هعمل عمود في كل سلسلة لغاية ما اخلص السلاسل اللي عندي كلها بالطول اللي انا عايزاه. ننساش اخر واحدة في السطر، سطر رقم 2، 2 سلسلة، وهلف الشغل. هاخد لفة دي، هسيب الغرزة الاولانية دي وده فوق الغرزة التانية، هدخل واخد لفة معايا 3 حلقات الابرة، اخد لفة واطلع منهم كلهم سوا، انا عملت نص عمود. هاخد لفة وارجع للغرزة اللي قبليها واخد لفة معايا 3 حلقات، اخد لفة واطلع منهم كلهم سوا. تاني، دي اخر غرزة انا شغالة فيها، لا انا هسيب اللي بعديها واخش في التانية واخد لفة، لفة معايا 3 حلقات اخرج منهم كلهم سوا، لفة وارجع للغرزة اللي قبليها واخد لفة، لفة واطلع من 3 حلقات، لفة، هسيب الغرزة الاولانية وفوق التانية، هاخد لفة، لفة واخرج من 3 حلقات، لفة وارجع للغرزة اللي انا سبتها واخد لفة، لفة واخرج من 3 حلقات، لفة، سيب غرزة وفي رقم 2 هاخد لفة، لفة واخرج من 3 حلقات، لفة وارجع للغرزة اللي انا سبتها، لفة واخرج، لفة واخرج من 3 حلقات لغاية ما اخلص السطر كله. اخر السطر عندي 3 حلقات كده، هدخل في الحلقة اللي قبل الاخيرة واعمل نص عمود وارجع للحلقة اللي قبليها وارجع اعمل نص عمود، وبعد كده هدخل هنا في الحلقة اللي فوق واخد لفة واعمل نص عمود. السطر اللي بعدي 1 2 3 اللي هو تكرار السطر رقم 1، هلف الشغل، مش هنشتغل في دي، هنشتغل في دي، عمود، لفة، هدخل في، بصي في الحلقتين، بدخل في الحلقتين اللي فوق هنا واخد لفة، لفة واخرج من الحلقتين، لفة واخرج من الحلقتين، لفة وهدخل في الحلقتين، لفة واخرج، لفة واخرج من الحلقتين، لفة واخرج من الحلقتين، لفة وهدخل فوق الحلقتين اللي فوق العمود، لف واخرج من الحلقتين، لف واخرج من الحلقتين، لفة وادخل في الحلقتين اللي هما فوق العمود على طول، واعمل حلقتين وحلقتين وهكذا لغاية ما اخلص السطر. لفة ادخل في الحلقتين اللي هما من فوق دول كده واعمل عمود لغاية ما اخلص السطر. واخر السطر عندي هنا في 3 في سلسلتين، هدخل في سلسلة رقم 2 دي واعمل عمود. كده ممكن تبقى زي اسورة كده، تحط لها هنا زرار وتقفليها في الفتحة دي، لو هتعمليها اسورة اعمليها على قد مقاس ايدك عند قد المعصم، او تتعمل بندانة تتقفل كده بزرار برضو، بتركبي زرار هنا ويتقفل في الفتحة دي على قد الراس، يبقى احنا من اول هنعمل الحلقه دي على قد الراس. السطر اللي بعده تكرار سطر رقم 2، 2 سلسله، 1 2
لف في الشغل في الغرزة دي، لا في الغرزة دي لا، يبقى هسيب الاول هي دي الاولانية لا، التانية لا، استني اهي كده في الغرزة دي لا، في التانية في التالتة ماشي. ليه الاولانية لا؟ عشان هي اللي فيها سلاسل. يبقى هنعمل كده وناخد لف ونطلع بالتلات حلقات، لف وارجع للغرزة اللي انا سبتها، لف وارجع تلات حلقات وهطلع منهم كلهم سوا. لفة هسيب غرزة وفي التانية هدخل واعمل لف واطلع من تلات حلقات، لفة وارجع للغرزة اللي سبتها، لفة واخرج، لفة واخرج من تلات حلقات، لف اسيب غرزة والغرزة اللي بعديها، لف واخرج، لف واخرج من تلات حلقات، لف وارجع للغرزة اللي بعدها، لف واخرج، لف واطلع من تلات حلقات، لف واسيب غرزة وفي الغرزة اللي بعديها، لف واخرج، لف واخرج من تلات حلقات، لف وارجع للغرزة اللي سبتها، لف واخرج، لف واخرج من تلات حلقات. كوفية سهلة وسريعة بشلة ونص بس، مفيش اسرع من كده بجد بجد، سريعة وجميلة وسهلة جدا، شلة ونص بس.